وهارد لك لنادي آل العين. أجواء ما بعد المباراة مع مراسلنا أحمد الجدي نتابع. مبروك اليوم أداء مقنع للنصر، ثلاثية مهمة للفريق. الله يبارك فيك، لا شك أن اليوم مستوى ممتاز واثبتت رجوع اللياقة، رجوع أداء بعض اللعيبة اليوم جماعيتهم خاصة في الشوط الثاني. الفريق كله تغير من المباراة السابقة بعد خروج المدرب فيتوري الله يذكره في الخير، تغير النهج، طريقة اللعب كلها تغيرت، يعني صرنا نتفرج على كورة صراحة. مدرب رائع، غير في الفريق كله، وغير أول شيء تغيرت نفسيات اللعيبة، صاروا يلعبوا كرة قدم حق وحقية، وهذا اللي احنا كنا نطمع فيه. نادي النصر يملك نجوم كثيرة بس التوظيف حقهم غير جيد. والله الفريق متحسن من المباراتين اللي فاتت عقب ما تغير المدرب، وإن شاء الله نقول إنه في تحسن دائم إن شاء الله. فريق النصر فريق عظيم لا يوقف على لاعب، ورجوع اليوم مباراة إن شاء الله هذه رجوع الفريق، والفريق إن شاء الله يمشي بخطة ثابتة، واللاعبين ما قصروا، والإدارة إن شاء الله ما قصرت إن شاء الله. الفريق كان يحتاج صدمة زي كذا، صدمة قوية تخلي الفريق يتعافى. الفريق الآن الحمد لله بادي للتعافي. أتوقع إن شاء الله النصر الدور الثاني بيكون فريق آخر غير الفريق اللي شفناه في الدور الأول بإذن الله. اليوم شفنا فريق يعني أو نادي النصر المعتاد، حتى يمكن جماهيره من خلال اللقاء بشوف أنه تنفسوا الصعداء. هل تعافى فعليا نادي النصر؟ هي يعني بوادر تغيير وتعافي وروحية جديدة. شفنا يمكن المدرب لا نستطيع أن نقول أنه بصماته بهالعبقرية ظهرت سريعا على هارفرد. نعم، ولكن وعلى فكرة وكان مدرب فريق العين سابقا، من قبل موسمين درب العين. أي ما أعرف أنا. أي، فبالتالي يعرف الدوري السعودي. هذا المدرب يعني كل اللي عمله أنه بث روحية جديدة للاعبين. شفنا حتى تغييرات الغنام، شفنا فترة هو يكون مهاجم، فترة مرابط هو قلب هجوم، شفنا لأول مرة. عوض غياب حمد الله، أيضا ما يكون هناك تغطية دفاعية. الخطوط كلها تحركت، لمسات حلوة، لعب يعني في ضغط على المنافس. اليوم شفنا يعني بدنيا هذا لما الفريق يضغط على المنافس معناه لياقته عالية، وشفنا من بداية المباراة يلعب ضغط عالي وهذا فاده. طيب هذا الهدف على ما أظن الأول، هل هو تسلل ولا صحيح؟ لا بالإعادة كان واضح أنه مش تسلل، والفار أنصفه بالفعل، كان على خط واحد، وكانت هي من مصلحة هذا الفادة تعطى للمهاجم وليس للدفاع في هذه. طيب أستاذ أحمد، آلان هورفرت يستاهل أنه يأخذ فرصة مع نادي النصر؟ سمعنا أنه خاصة بعد تواجده لمدة جولتين في روح جديدة في نادي النصر. هو طبيعي التغيير دائما ما يحدث أو يعتبر قرار صدمة، ومن الطبيعي أنه ظهرت بوادر هذا التغيير وأثاره الإيجابية على الفريق من الجولة الماضية. هل هذه الجولة أيضا ظهرت بشكل أكبر وأكبر؟ لكن اللي أتمنى أنا على الصعيد الشخصي، وكثير اليوم كانوا يتحدثوا في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض اللاعبين النصر القدامى، أن يستمر هذا المدرب. لكن ربما أيضا إدارة النصر لها موضوع آخر. لكن بشكل عام حقيقة عودة النصر لنغمة الانتصارات هو حقيقة إضافة للدوري. عودة النصر للمنافسة هي أيضا تعطينا جميعا إثارة للدوري. ابتعاده دائما، ولاحظت أنت في فترة الابتعاد كان الحديث عن 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 المركز الرابع عشر والخامس عشر أكثر من الحديث عن المتصدر والثاني والثالث، على اعتبار أن النصر علامة فارقة في الدوري السعودي، ونبارك للنصر هذه الانتصارات. وفي نفس الوقت نتساءل عن نادي العين اللي بيمتلك كمان أسماء يعني جيدة وبيقدم مباريات كثير جميلة، بس في نفس الوقت ما بيحصل على النقاط الكاملة. من هو رجل المباراة؟ خلونا نشوف.